وارض عنا معهم يا رب العالمين. في علماء المسلمين عبر التاريخ كثيرون ممن كانوا مستقيمين على طاعة الله، وكانوا مثلا يحتذى في الاستقامة والبعد عن النفاق والبعد عن أكل أموال الناس والبعد عن الشرور والالتزام بالطاعات حقا. ومن أشهر هؤلاء من يلقب بسلطان العلماء العز بن عبد السلام، عبد العزيز بن عبد السلام الشافعي، المولود سنة 77 و500 بدمشق، والمتوفى سنة 60 أو المولود سنة 77 و500 والمتوفى سنة 60 و600 في القاهرة بمصر. كان هذا العالم الجليل أمارا بالمعروف، نهاء عن المنكر، صداعا بالحق، منعزلا عن الدنيا من ناحية المكسب المادي الذي يأتيه منها، زاهدا في متاعها وزخرفها. وله حوادث وقصص كثيرة جدا في استقامته وعلمه وصلاحه، سأسوق منها حادثة واحدة هي موطن قصتنا اليوم. هذا الرجل كان يعيش في فترات الصليبيين، أعني احتلال الصليبيين لأجزاء من بلادنا الإسلامية. هو عاش بعيد فترة صلاح الدين الأيوبي. يتساءل الإنسان لما جاء صلاح الدين رحمه الله تعالى ومعركة حطين، ألم تتحرر بلادنا من الصليبيين؟ تحرر أكثرها ولم تتحرر كلها. قال ليش وقصر؟ لا، الرجل كان يبذل جهده ليل نهار في الدفاع والجهاد وتحرير البلاد، ولكن كان الصليبيون قد مكث الصليبيون في بلادنا يا أيها الأحبة قريبا من 200 سنة، مو يوم ولا يومان ولا شهر ولا شهران، مكثوا قريبا من 200 سنة في بلادنا، سبحان الله. فلذلك عبر 200 سنة جرت حوادث كثيرة، ومنها ومن أشهرها معركة حطين على يد صلاح الدين رحمه الله تعالى. المهم، هو عاش في الفترة التي تلي صلاح الدين، وكان أقرباؤه ممن يسمون بالأيوبيين حكاما لهذه البلاد، لبلاد الشام ومصر وبعض الدول الأخرى. كان العز بن عبد السلام رحمه الله مقيما في دمشق، وحكمها في إحدى فترات إقامته ملك يدعى الصالح إسماعيل، هو من الأيوبيين. كان هذا الملك رجلا منحرفا فيه شرور كثيرة، وكان يفضل بقاءه في سلطته واستمراره فيها على أي شيء آخر مهما كان هذا الشيء، أن يقتل المسلمون، أن يؤذوا، أن يبقى الصليبيون، أن يتحالف مع الصليبيين، لا يتأثر بهذا أبدا. خشي هذا الملك، واسمه الصالح أو يلقب بالصالح إسماعيل وليس بصالح، نعم، خشي من قريبه ملك مصر ويلقب أيضا بالصالح أيوب، وكان صالحا حقيقة وهو من الأيوبيين أيضا. خشي من قريبه الصالح أيوب أن يأتي إلى دمشق فيصير هو حاكما عليها ويعزله ويطرده. هذا الرجل إسماعيل كان منحرفا كما قلت. لما استشعر هذا الخوف راسل الصليبيين. لما؟ قال لهم أعينوني على قريبي الصالح أيوب وساعدوني لأقف في وجهه وأسلمكم بعض ديار المسلمين مقابل أن تساعدوني في بقائي في سلطتي ومكانتي ومجدي في زعمه، أسلمكم بعض الديار اختيارا، أنا أسلمكم إياه، وبالمقابل تمدونني بالسلاح والرجال وكذا وتقاتلون معي في
صفي أو في مواجهة قريبي الصالح إسماعيل، وهذا ما حصل. سلمهم صور وصيدا، معلوم هذه البلاد، هذه المدن موجودة إلى الآن بين فلسطين وبين لبنان، وسلمهم مدنا أخرى على الثغور، هذه مدن الثغور. وقلت لكم معنى الثغور أي المدن الساحلية المطلة مباشرة على البحر يخشى أن يأتي العدو إليها، فسلمهم إياها. وأذن لهم أن يدخلوا دمشق ليتمونوا بالطعام والشراب والسلاح ليساعدوه في حربه إذا نشبت مع قريبه الصالح إسماعيل، الصالح أيوب. ودخل فئات من جنود الصليبيين إلى دمشق ليشتروا الطعام والسلاح ويتجهزوا لمقاومة المسلمين بمساعدة بعض المسلمين. يا عجبا. فلما دخلوا نزلوا إلى أسواق السلاح، سلاح معلوم في تلك الأعصر، القضية يعني مضى عليها 800 سنة، فمعلوم لا يزال السلاح كما تعلمون سيفا ورمحا وسحما وكذا، وأحيانا من جنيقات وهكذا. فبدأوا يشترون السلاح، فجاء بعض باعة السلاح إلى الشيخ عز الدين يستفتونه، أيجوز أن نبيع السلاح إليهم؟ فقال كيف تبيعون السلاح لهم؟ قالوا نحن لا ندري ما يصنعون. قال هم كفار ويتقوون به على عليكم على إخوتكم، كيف تبيعونهم السلاح؟ ونشر فتواه بين الناس يحرم على كل رجل ممن يبتاع السلاح ويشتريه أن يبيع إلى الصليبيين، وكان يخطب في جامع دمشق الكبير، فكان يدعو أحيانا بصلاح السلطان. فلما عرف أن السلطان الحاكم إسماعيل قد سلم بعض البلاد إلى الصليبيين ما عاد يدعو له بكلمة واحدة، صار يدعو بدعاء مشهور: اللهم أبرم لهذه الأمة أمرا رشدا، هكذا يقول، اللهم أبرم لهذه الأمة أمرا رشدا يعز فيه وليك ويذل فيه عدوك ويعمل فيه بطاعتك ويبتعد فيه عن معصيتك. فالناس تؤمن على دعائه. ولكن في كل عصر وزمان كما هي العادة أيضا، بوجود الضالين ومن ينقلون الأخبار لغايات في أنفسهم لأنهم فجرة، نقلوا أنه ما عاد يدعو للسلطان الصالح إسماعيل إلى الأمير إسماعيل، قالوا له هذا ما عاد يدعو لك، وهذا يمنع يحرم بيع السلاح إلى حلفائك الفرنجة. نعم. فأرسل إليه يستفهمه عن ذلك، فقال نعم أنا أصنع هذا، فأمر باعتقاله وحبسه. فاعتقل الشيخ وحبس، وكان الصالح إسماعيل حينها ليس موجودا في دمشق، كان يسلم المدن التي أشرنا إليها إلى الصليبيين. فلما رجع إلى دمشق أرسل إلى الشيخ وكلمه وجرى بينه وبينه مناظرات ومحاورات طويلة، انتهت بأن أطلق سراح الشيخ. فخرج الشيخ حينها ونزل بيته أياما، ثم خرج من دمشق فانتقل إلى بيت المقدس، سكنها أي القدس سكنها، لكن إسماعيل هذا الذي كان يحكم بلاد الشام كان قد تحالف مع الصليبيين وجهزهم، فجاءوا إليه كما أشرنا، وانتقل معهم شيئا فشيئا باتجاه مصر. بطبيعة الحال هو في دمشق سيمر إلى فلسطين ثم منها إلى مصر ليقاتل قريبه الصالح أيوب. فجاء مع حلفاء الصليبيين ووصل إلى بيت المقدس، فبلغه أن الشيخ العز بن عبد السلام مقيم ببيت المقدس. الشيخ العز بن عبد السلام أيها الأحبة له مهابة كبيرة في النفوس، والناس تحبه وتحترمه وتعظمه. ف
فأراد هذا السلطان أن يصلح حال الناس، الناس كلها في أنفسها صارت تدعو على هذا الحاكم، لأنه أولا اعتقل الشيخ، ثانيا ضيق عليه ومنعه من الخطبة، ما عاد يدعو فمنعه من الخطابة. نتيجة ذلك كما قلنا ترك البلاد وهاجر. فأراد أن يصلح حاله مع الشيخ، لا لأنه يعني يعظم الشيخ، بل من أجل الناس حتى يقولوا انظروا هو الرجل اعتذر للشيخ وكذا، يعني من أجل سمعته. فأرسل خادما عنده قال تدخل إلى الشيخ فتسلم عليه وتتلطف به ثم تقول له إن السلطان يقول لك إنك إن جئته فسلمت عليه ودخلت إليه عفى عنك وأرجعك إلى كل ما كنت فيه. كان العز رجلا كما قلت ذا مكانة عجيبة، ويخطب في مسجد دمشق وله، فيعيدك إلى مكانتك وأحسن مما كنت عليه. وإن لم يقبل وأعطاه، كان معه منديل، يعني مثل علامة، السلطان إسماعيل أعطى خادمه منديلا قال أعطه للشيخ وقل له هذا الكلام، وإن لم يقبل إذا ما قبل تعتقله في خيمته، تقبض عليه تحطه في الخيمة. جاء الخادم فسلم على الشيخ وأعطاه منديل الحاكم وقال يسلم عليك السلطان إسماعيل ويقول لك إنك إن جئته فسلمت عليه وما عليك إلا أن تقبل يده فقط ليردك إلى ما كنت عليه وأحسن مما كنت عليه. فتغير وجه الشيخ العز بن عبد السلام رحمه الله، فقال له ما تقول يا رجل؟ أنا أقبل يده، والله ما أرضى أن يقبل رجلي فضلا عن أن يقبل يدي. إذا قال لي أبوس إجرك بقول له ما تبوس إجري، أنت نجس. والله لا أرضى أن يقبل رجلي هو فضلا عن أن يقبل يدي، أنا أقبل يده. يا قوم أنتم في واد وأنا في واد. قال فإن الحاكم أمرني أن أعتقلك. قال افعل ما بدالك، تفضل. واعتقل الشيخ، وكان السلطان إسماعيل قد وصل إلى مكان قريب في خيمة قريبة من القدس، نعم، هو وجماعة من أمراء الصليبيين نزلوا في خيمة قريبة من خيمة الشيخ. الشيخ كان يقطع أوقات اعتقاله بالصلاة والذكر وقراءة القرآن، وكان يرفع صوته بتلاوة القرآن، فوصل صوته إلى خيمة السلطان إسماعيل، وكان معه فيها أمراء الصليبيين. فتساءلوا ما هذا الصوت؟ فقال لهم السلطان إسماعيل هذا أكبر قسوسنا. قال يعني سماء السيس؟ لا، لا، ما يقصد أنه كذا، لا لا، قصده يعني هم يسمون عالمهم قسيس، فكأنه يقول لهم هذا أكبر علمائنا، وقد اعتقلته في تلك الخيمة من أجلكم أنتم، لأنه يحرض عليكم ويمنع من بيع السلاح لكم، فأنا اعتقلته إكراما لكم. قالوا ماذا يصنع؟ ما هذا الصوت؟ قال هو يقرأ القرآن كتابنا. فنظر أمراء الصليبيين في بعضهم ثم قالوا لإسماعيل والله لو كان هذا الرجل عندنا لغسلنا رجليه وشربنا مرقته. الله أكبر. الكفر يعرفون فضل العلماء الصلحاء، وأبناء الملة لا يقيمون للصالحين وللمستقيمين وللثابتين على الحق وزنا. والله لو كان هذا الرجل عندنا لغسلنا رجليه وشربنا مرقتها.
فانكسر إسماعيل وخجل خجلا شديدا ولم يدري ماذا يتكلم. إيش يفعل؟ أعداء الإسلام يقولون عن رجل بهذه المكانة أنهم يفعلون به هكذا إذا كان عندهم من علماء دينهم، وهو فعل به ويتقرب به إلى عدو الإسلام بهذا الكلام. فخجل خجلا شديدا، ومرت أيام ثلاثة تقريبا، فأرسل إلى الشيخ أن حلوا وثاقه وأطلقوه. خجل إيش يفعل؟ فأطلق سراح الشيخ، فانتقل الشيخ إلى مصر وسكنها واستوطنها. ولم تمض مدة أيضا حتى جاء الصالح أيوب حاكم مصر إلى المكان الذي وجد فيه الصالح إسماعيل، السلطان إسماعيل، مع الصليبيين، فاحتربوا وتقاتلوا، ونصر الله تعالى حاكم مصر الذي كان صالحا حقا، الصالح أيوب، وقتل بعد مدة ذاك الرجل إسماعيل، السلطان إسماعيل، شر قتله، وانتهى المسلمون من شره وخبثه والعياذ بالله. وأما الشيخ العز بن عبد السلام فقد صار أشهر علم من علماء مصر، لم يبق أحد في مصر من العلماء المبرزين في عصره إلا وتتلمذ عليه، وأطلق الصالح أيوب حاكم مصر يد الشيخ في البلاد أن افعل ما تشاء، أؤمر بالمعروف، إنها عن المنكر، إذا رأيت منكرات يعني اقمعها، أوقفها، نفذ حدود الله، نفذ شريعة الله، افعل ما شئت في البلاد. فكان لذلك لسطوة عجيبة، لم يكن الشيخ قاسيا في التعامل، وإنما طبق الحدود الشرعية بأيسر السبل وبتحبيب الناس في الخير، فاحتف الناس من أهل مصر بالسلطان. هذا هو السلطان، سلطان العلماء، احتفوا به بالعز بن عبد السلام، وذاعت له شهرة أعظم بكثير مما كان لما كان ببلاد الشام. لأن من يعز أمر الله يعزه الله. اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك، والحمد لله رب العالمين.